ان مريض السكري عنده حميه خاصه، خاصو يبعد على المأكولات اللي عندها مؤشر السكر مرتفع، بحال الحلويات، بحال العصير، السكر، العسل، التمر، الكونفيتور الى غير ذلك. اضافه لانه خصو يبعد على المقليات ويتناول النشويات بواحد الطريقه مقننه. شنو تيوقع خلال شهر رمضان؟ تيكون الاقبال بزاف على هاد المواد بحال التمر، الشبكيه، العسل، اللي كلهم تيقدروا يطلعوا له السكر الى تناولهم. فتنصحوا مريض السكري انه مثلا الى تناول التمر خاصو يبعد على الفاكهه وعلى العصير، ما خصوش ياخذ بزاف ديال الحاجات اللي كلها تطلع السكر. يكونوا النشويات بطريقه محدده، يعني هاد العجائن، الخبز معمر او البطبوط او البيتزا، هادو ياخذ حاجه وحده، وتكون من الاحسن من الدقيق القمح الكامل وماشي من الدقيق الابيض، لان تنعرفوا ان الدقيق الابيض ماشي منصوح به المرضى السكري. كاين ايضا مريض السكري مخصوش ينسى استهلاك الخضر، لان في شهر رمضان قليل اللي تستهلك الخضر، ومريض السكري محتاج لهاد الالياف اللي كتنظم له مستوى السكر في الدم، اضافه لانه مخصوش ينسى الماء ايضا.